on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. انتقلت أصوات إلى مرموشة حيث يوجد جماعة مليس تحت قيادة الرئيس المحترم في إطار الصحافة وصحافة القرب بين المواطنين ورؤساء الجماعة. بغينا سيادة الرئيس يعطينا واحد النبذة على هذه الجماعة التي تعتبر من الجماعات بولمان فاز بولمان. إذن نعم شكرا. أولا وقبل كل شيء أرحب بطاقم جريدة أصوات الذي تكبد عناء السفر للانتقال من العاصمة الرباط إلى إقليم بولمان وبالأخص إلى جماعة الميس مرموشة. أولا أقدم نفسي باعتبار رئيس جماعة الميس مرموشة إدريس بوبكر، حاصل على الإجازة في اللغة العربية لسنة 1997، أستاذ لمادة اللغة العربية، والآن أترأس مجلس جماعة الميس مرموشة خلال استحقاقات 2015 وإلى الآن. إذن الميس مرموشة، الميس هو تسمية أمازيغية تدل على المنبسط، ومرموشة مرموشة لديها تعريفات كثيرة ربما لا يسمح الظرف للحديث عن المصطلح كثيرا. عدد ساكنة هذه الجامعة حسب إحصائية 2014 ما يقارب 2500 نسمة. منطقة شاسعة، جماعة شاسعة جدا، تبلغ مساحتها تقريبا 48 ألف هكتار، تحدها شمالا جماعة أيت بازا، وشرقا جماعة ولاد علي ويوسف، جنوبا جماعة سيدي بوطيب، وغربا جماعة صرغينة وجماعة بالنسبة للطرق أوصل في طريقنا الى المجيء الى الجامعه تبين ان كاين واحد نوع من التقصير من ناحيه الطرق، حيث ان واحد المساحه كثير طويله جدا للوصول الى المنطقه بولمان، فكيف ترى انت هذا التهميش؟ نعم صراحه فهو تهميش لا يمكن ان اصفه ممنهجا حتى لا نسقط في بعض الزلات، وانما وتهميش يلاحظه كل من عبر هذه المنطقة. فالميس مرموشة لديها ثلاث منافذ: منفذ تجاه بولمان طريق الجهوية، ونقول جهوية رقم 502، وهناك تتمة الطريق إلى مدينة قطاط الحاج أي إلى الشرق إلى وجدة وإلى جرسيف والناظور 502 أيضا جهوية، وهناك طريق إقليمية تصل بين جماعة الميس مرموشة ومقر عمالة إقليم بولمان طريق رقم 5130. فهي طرقات صراحة لا يمكن ما يمكنناش نسميوها طريق بهذه العبارة، ولكن مجهودات المجلس الحالي ومجهودات السيد عامل الإقليم، وأسطر على السيد عامل الإقليم مشكورا، هو الذي بتنسيق مع الجماعة، يعني هو الذي اتخذ كامل الإجراءات وكامل الحزم منذ الدراسة وإلى التدشين اللي مر يعني في أواخر
أو أقول في بداية شهر يوليوز المنصرم، والأشغال كما ربما كما لاحظتم أنها جارية الآن، وتمتد هذا الإنجاز على مسافة 22 كيلومتر بمبلغ قدره 19.2 مليون درهم. نعم، على ذكر السيد الأمين، أنا بالنسبة للرؤساء اللي كانوا تزورنا منذ توليك أنت هذه الرئاسة، نعم، منذ سنة أقل ربما 2015 إلى حد الساعة، يعني أتكلم على الرؤساء السابقين، هل كانوا يحركون سبيل في هذه المنطقة أم لم يحركون أي سبيل؟ حاليا لا يمكنني أن أتحدث عن المجالس السابقة، الله أعلم، لا يمكن أن أتدخل في تسيير المجلس السابق. نحن نتحدث عن أن الطريق توجد في حالة مهترئة، حالة يرثى لها، وتدخلنا في هذا المضمار ظاهر، وهنا وهذا الطريق هي تربط أزيد من 8 جماعات مع مقر جماعة تابعة للإقليم بمركز عمالة إقليم بولمان. ولكن أنا أسطر أيضا على هذه العبارة أن ليس هناك أي مجلس يرافع على هذه الطريق ما عدا جماعة الميس مرموشة بتنسيق مع السيد عامل الإقليم. نعم أستاذ، كيف تستفيد المرأة ديال المنطقة حيث كانت مثلا في وضعية إذا تمرس محاربة الأمية أو حتى التطبيب؟ إذن مجهودات مشكورة يعني من أعلى الهرم من صاحب الجلالة نصره الله، أن السنوات الأخيرة لاحظت تقدما ملموسا في إدماج المرأة في التنمية المحلية، وعرفات المرأة يعني واحد التطور، رغم أنه لا زال هناك بعض الحيف باعتبار أن الجماعة جماعة محافظة إلى درجة ما، لكن تدخل المجتمع المدني والسياسة التي نهجتها الدولة في إدراج وإدماج المرأة في التسيير والتدبير المحلي للمجالس، أعطى دفعة قوية للمرأة من أجل تغيير وضعها والسير إلى جانب أخيها الرجل في تدبير الشأن العام المحلي والوطن. هل يوجد هناك مستشفى ومدارس لتدرس بالنسبة للأطفال الصغار رجال وكذا؟ حينما تتحدث عن الأطفال الصغار، هم الأطفال يعني في التعليم الأولي أو التعليم الابتدائي؟ سؤال الأستاذ. هم بالنسبة للابتدائي؟ التعليم الابتدائي لدينا مركزية تسمى مجموعة مدارس الميس مرموشة، مركزية وثلاث فرعيات، يعني نسبة التمدرس جيدة جدا، إلا أن الجماعة حاليا تتوفر فقط على مدرسة ابتدائية، ونحن نترافع من أجل خلق نواة للتعليم الإعدادي. بالنسبة للجماعة مشكورة، مجلس مشكور أنه اتخذ المبادرات في جميع الدواوير بخلق نواة للتعليم الأولي بالنسبة لروض الأطفال، وهذه يعني لأول مرة أن المجلس كيسهر على خلق نواة للتعليم الأولي بتعاون مع الشبكة الجمعوية المتواجدة بمدينة ميسور، وفعلا أيضا بتعاون مع مدير مجموعة مدارس الميس مرموش. بالنسبة للمستشفى، لدينا مركز صحي من المستوى الأول، نتوفر حاليا على ممرضين، مشكل بسيط ولكن ربما سيتم حله في القريب العاجل، أن المركز توصل أو تم تعيين طبيب بالمركز ابتداء من شهر مارس 2018، إلا أن الطبيب لم يلتحق بعمله، فبمجهودات شخصية حاولت أن أحصل على وثيقة تعيينه بالمركز، ثم حصلت على تعيين على وثيقة لتعيين جديد أن الطبيب تم تعيينه بمركز مركز أحمد بن دريس بأوطات الحاج
توصل ثم حاولنا تنظيم اللقاء ولو بشكل مستعجل جدا مع السيد مندوب الصحة بإقليم بولمان، ثم استبشرنا معه خيرا نقول على أن الطبيب سوف يلتحق ابتداء من شهر شتنبير المقبل. هل تظن أن هذه الساكنة بدون طبيب يمكنها أن تكون في أمان؟ الأوضاع الصحية مزرية في الإقليم، الأوضاع الصحية مزرية بإقليم بولمان. هل أتحدث عن جماعة ألميس مرموشة؟ كيف أتحدث عن جماعة ألميس مرموشة مع الإغفال في حديثي عن المستشفى المركزي بمدينة ميسور؟ لا أطر طبية، لا خدمات، لا تجهيزات، فالمرضى يعانون، خاصة أنه المريض يذهب إلى المستشفى ثم يرسلونه مباشرة إلى مدينة فاس إلى المستشفى الجامعي. إذن ما جدوى المستشفى الإقليمي وبالأحرى أن أتحدث عن المركز الصحي لألميس مرموشة، إلا أن المجهودات جبارة. دائما أقول للمجلس الجماعي السابق والمجلس الحالي في اقتناء سيارات الإسعاف، وحال وخلال انتدابنا في هذا المجلس حصلنا على سيارة إسعاف ثانية في إطار الجماعات، دعم الجماعات السلالية، ثم حاولنا في إحدى الدورات تغيير إطار لسيارة الإسعاف وخصصناها لنقل موتى المسلمين مع تخصيص سيارة أخرى لإسعاف المرضى. هل هذه الجماعة تستفيد من مبادرة المشاريع؟ صحيح، الجماعة تستفيد من حصصها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ابتداء من سنة 2005، حيث كانت تحصل على حصة 1,200,000 درهم خلال أظن الخمس سنوات الأولى، بينما السنوات ابتداء أظن من 2009 أو 2010 فقط الجماعة تتوصل بحصة فقط 600,000 درهم. ما هي أجندة لكم مستقبلا؟ أجندة المستقبلية هي أولا نحن نعمل على البنى التحتية بما فيها الطرقات، بما فيها إيصال الساكنة بالكهرباء، وحاليا وصلنا تقريبا إلى نسبة 95-96%، حيث تم إطلاق مشروع مؤخرا تم تغطية أغلب الساكنة المتواجدة بالدواوير. ثم نشتغل أيضا على ربط كل الساكنة بالماء الصالح للشرب، لأن الجماعة لا تتوفر على الماء الصالح للشرب، وحاليا المجهودات حثيثة، وأشكر دائما في هذا الإطار السيد العامل الذي تدخل من أجل الحصول على تمويل، من أجل الحصول على تكميل هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قريبا إن شاء الله، ربما أعطي مدة شهرين إن شاء الله وسنبدأ في إنجاز هذا المشروع الربط الفردي لجميع الساكنة بألميس مرموش. ماذا تقول هنا عن صحة المواطنين من وزارة الصحة؟ يجب تحتاج إلى مجهودات وأضع نقط الحذف، مجهودات حثيثة، لأن المريض هنا لا زال يعاني في غياب الأطر الصحية الطبية، وفي غياب الممرضين، وفي غياب الأدوية. أصدر بأن ملف الصحة لا زال ملفا أسود داخل جماعة ألميس مرموش. هل تدخل إذا كان بالنسبة للماء الصالح للشرب، ما هو شراكتكم أو شلونك؟ ربما الحصص المبادرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ابتداء من 2008 كانت تصرف من أجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. ثم فيما يخص هذه الولاية أوشك
المشروع على استكماله، فحاولنا بمجهودات كما قلت من السيد العامل أن تكون هناك شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبين المجلس الجماعي للمس مرموشة وبين جهات فاس مكناس، وحاليا المبلغ المرصود أو المخصص في الدراسة تم التوصل به، وستكون الجماعة إن شاء الله هي الحاملة للمشروع، وسيرى هذا المشروع النور قريبا إن شاء الله. سؤال أخير في خطاب صاحب الجلالة الأخير، قال يجب على تبديل بعض النخب، ماذا تفسر ذلك؟ هل هناك الناخبون أن لم يشتغلوا في إطار المواطنون أو كان لها مغزى آخر؟ وصراحة هذه معاناة نعانيها من أعلى مستوى، على أعلى مستوى البرلماني لا يقدم عمله، المنتخب لا يقدم مهمته، بينما نحن هنا في جامعة المس مرموشة يعني ربما أقول بأن المجلس الوحيد الذي لا يعرف لا معارضة ولا أغلبية، يعمل في إطار تشارك وفي إطار تشاور من أجل تدبير حسن لميزانية الجماعة وللحصص من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك من أجل وضع المشاريع في الأماكن التي تمس الساكنة دون النظر إلى الإغراءات الفردية لكل منتخب. صراحة فهناك تقصير من الناخبين وتقصير من المسؤولين وتقصير من الأحزاب إلى غير ذلك، فالمجالس تعاني في صمت وتتخذ المبادرات بشكل فردي، ولكن أنا دائما أقول وأقول أحيي سيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بولما. أشكرك أستاذ على التصريح اللي كان صراحة جريء في خصوص هذه السكينة. أجد لكم مستقبلا تتمحور على ألمانيا التحتية طبعا والتندرس فيما غابت الصحة من صحة المواطنين. إذا أستاذ، بالنسبة إلى غاب فرد من هذه الأفراد، قلت أن الوزارة لها تقصير في حق هذه السكينة، كيف كترى انت انه ملي كيكون البرد قارس وكيمشي التلاميذ او الاطفال في سن تدرس نظرا لهذه الطرق المحفره والتي لا يمكن ان يعبرها حتى الانسان البالغ؟ نعم، شكرا أستاذي. إذا حينما قلنا بأن المتمدرس في هذه الجماعة يعاني، خاصة أنه خلال الأشهر اللي كتعاني انخفاض في درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، والمنطقة تعرف مشاكل في الطرق كتكون مقطوعة، وبالنسبة للتلاميذ ديالنا راه كاين بعض الآونات أن فاش كتطول الثلج أن ما كيجيوش المدرسة، بالعكس أن الناس اللي كاين في المناطق الدافئة راه كيتمتعوا بالدراسة ديالهم بشكل عادي. الجماعة مؤخرا حاولت اقتناء نقل مدرسي من أجل التخفيف من مشاكل ومعاناة خاصة بالنسبة للمتمدرسين اللي كيخرجوا المنطقة، وحاول المجلس أن يفوض مهام هذا النقل المدرسي لجمعية أباء وأولياء التلاميذ الذي أتمنى من خلال أن تكون موفقة إن شاء الله من أجل فك أقول شبه هذه العزلة لكي يعانيها هذا التلميذ، وكذلك بين قوسين التكرفيس لكي يعاني، خاصة أن يوم الاثنين يصادف السوق الأسبوعي اللي كيكون في مزدل مرموشة، وخاصة أن التلاميذ ديالنا كيمشيو مع الكسيبة، إذا كيف يعقل بأن التلميذ غادي يمشي للمدرسة ورجليه لا أذكر لكم ما أريد أن أقوله. إذا هنا الميزانية للجماعة. نعم، بالنسبة لميزانية الجماعة المبلغ الذي تتوصل به الجماعة هو غادي نهضر بالسنتيم 211 مليون سنتيم، وعدد الموظفين اللي كيشتغلوا في هذه الجماعة 14 موظف بالإضافة إلى 15 عضو بما فيهم المكتب. إذا أغلب ديال هذه الميزانية هذه كيمشي فقط في الخلاص ديال الموظفين وفي الخلاص ديال أعضاء ديال المجلس الجماعي وفي المصاريف الإجبارية اللي هي الإنارة العمومية اللي هي الوقود ديال السيارات إلى غير ذلك. بالنسبة للدخل
الدخل ديال الجماعة ما كاينش الدخل ما عدا داك الشيء اللي كتدخل فقط من رخص البناء أو بالنسبة للتنابر ديال العقود عقود ازدياد. حاليا عندنا واحد المشروع ولكن لا زال لم يعرف النور بعد، وهو مشروع إسناد واحد هكتار من مادة الرخام للشركة الإفريقية للمعادن، وفي إطار هذا الشيء ديال الاستثمار اللي كنتمنوا أن المشروع يخرج للوجود باش أن الجماعة تنفس شي شوية وتحصل على المداخل. كذلك هناك مشكل آخر يجعل بأن المداخل الجماعة تتقلص، وهو مشكل الدور السكنية، لأن الجماعة تسلمات عشرة ديال الدور السكنية من وزارة الداخلية ربما في 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 عقد الستينات أو السبعينات في القرن الماضي، إلا أنه الناس المكترين تملصوا في أداء الواجب